السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على الموجات الكهرومغناطيسية مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. يحتوي مكثف متوازي الألواح على هواء بين ألواح قرصي، نصف قطرها 4 مليمتر، R تساوي 4 في 10 سالب 3 متر. تتجمع والمسافة الفاصلة بينهما اللي هي دي تساوي 1 في 10 سالب 3 متر. تتجمع الشحنة على ألواح المكثف. ما تيار الإزاحة بين الألواح في اللحظة التي يكون فيها معدل تراكم الشحنة على الألواح يساوي 10 ميكرو كولوم لكل ثانية. دي كيو على دي تي تساوي 10 في 10 سالب 6 كولوم لكل ثانية. كونه طالب تيار الإزاحة منجيب معادلة تيار الإزاحة. التدفق الكهربائي يساوي مساحة السطح في المجال الكهربائي، ويساوي لمساحة السطح في المجال الكهربائي للمكثف تساوي سيجما على إبسلون نوت. سيجما اللي هي كثافة الشحنة السطحية، وتساوي للشحنة على المساحة. يصير عندك التدفق الكهربائي وتساوي لسيجما في اي على إبسلون نوت اللي هي هذه، وتساوي لكيو على اي اللي هي المقدار سيجما في اي على إبسلون نوت. اي مع اي بتروح بصير عندك التدفق الكهربائي بيساوي لكيو على إبسلون نوت. منعود بمعادلة تيار الإزاحة، إبسلون مع إبسلون بتروح، بضل عندك التيار ويساوي لعشرة ميكرو أمبير. في رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.